السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالي سلمى شانيل. اللي باقي ما اشتركتش معايا في القناه تشترك وتفعل الجرس باش توصل بالجديد ديال القناه. اليوم بغيت نشارك معكم بانكيك منكه بالبرتقال. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اللي غنحتاجو فيه على بركه الله، عندي هنايا بيضه واحده، جوج كيسان ديال الدقيق، كاس ديال البرتقال او عصير الليمون، عندي هنا ربع كاس ديال الزيت، شويه ديال الملحه والسكر وقشور ديال الليمون، خميره ديال الحلويات وسكر فاني. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. بسم الله، اول حاجه غنديروا البيض، غنديروا شويه ديال الملحه، غندير السكر، ودابا غندير جوج معالق ديال السكر. دائما السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غنخلط، غندير سكر فاني، غندير الفاني، دائما الفاني كيواتي البرتقال، وغنخلط. ودابا غندير الزيت، ربع كاس، وغنخلط. ودابا غندير كاس ديال الليمون او البرتقال، وغنخلط العناصر. دابا غندير قشور ديال البرتقال، ودابا غنبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه وانا كنخلط. نتوما تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي او الخلاط. ودابا غندير خميره ديال الحلويات وغنخلط. من بعد ما خلطت جميع العناصر اللي عندي تحصلت على هذا القوام. هذا ما تقيلش بزاف وما خفيفش بزاف، كيجي متوسط. دائما الدقيق كيكون على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه ديالو، كاين شي دقيق كيشرب وشي دقيق ما كيشربش. خليوكم معايا باش ندوزو نطيبوا البانكيك ديالنا. ودابا غنبدا نطيب في البانكيك ديالي. بسم الله، كيما كتشوفوا البنات البانكيك ديالنا بالليمون راهم وجدوا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، راه شي حاجه سهله والاهم من هذا الشيء اقتصاديه.
كنتمنى تجربوهم. ودابا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، كنتمنى منكم تدعموني بلي لايك ديالكم وتابوناو عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناه الى عجبكم المحتوى اكيد. وخليتكم في حفظ الله ورعايته، الى فيديو قادم ان شاء الله. Thank you.